يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة ليلا على كافة الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا الأربعاء على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25، الأسكندرية 31-23، مطروح 29-22، بورسعيد 31-25، والإسماعيلية 37-24. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 37 درجة والصغرى 24، العريش 30-22، طابة 37-26، شرم الشيخ 41-30، والغردقة 40-30. أما بالنسبة للأقصر فدرجة الحرارة العظمى 46 درجة والصغرى 30، أسوان 47-31، الوادي الجديد 41-29، شلاتين 42-28، وأخيرا حلايب العظمى 36 درجة والصغرى 29. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.